السلام عليكم اخواني، تحياتي لكم، مرحبا بكم عند سبات عفول. اخوان اليوم الفيديو غادي نديرو ان شاء الله غنشرحو فيه الشارجور بالمزيان، غنشرحو مزيان ونحاولو ندرجو كلشي باش يكون كلشي واضح. هاد الاسئله هادو كطرحو بزاف عندنا في الباج، كطرحو بزاف في المحل، يعني الناس كيسولوك مثلا كيقولوك اخويا انا عندي تليفون مثلا شي سيري في التليفون، كيقولوك واش ماشي مشكل ندير ليه 60 واط او 30 واط او 100 واط. حنا اليوم غادي نحاولوا نشرحوا للناس اش من كل واحد تليفونه اشنو اش من الشارجور المناسب ليه، يعني شحال من واط اللي خاص يكون فيه، وفي نفس الوقت يعرف يقرا المعلومات اللي هنايا. حنا غنحاولوا بالاكسبيريونس اللي عندنا هنايا غنحاولوا نشرحوا لكم داكشي ببساطه ان شاء الله. نتمنوا من الله. اول حاجه دائما خاصكم قبل ما نبداو الموضوع هو ديما تحاولوا تاخذوا الشارجورات اوريجينال. هاد الشارجور اوريجينال كوبي ان شاء الله غنديروا فيديو اخر عليه باش تعرف باش تفرق ما بين الكوبي والاوريجينال. هذه هي الاولى. دابا الثانيه ان شاء الله غنشرحوا دابا كيفاش تتعامل مع الشارجور، اش من واط خاصك، كيفاش تقرا المعلومات اللي في الشارجور، واش مناسب للهاتف ديالك او لا. اول حاجه الاخوان، هل مثلا دابا هذا الشارجور عندنا له ديال 33 واط، حلوا معايا ودينات وسمعوني مزيان. 33 واط عندنا ديال 67 واط وعندنا ديال 120 واط. عندنا 33 واط مثلا، غنقراو هاد المعلومات. المعلومات هنا كتكون حنا اللي غناخذو الاوتبوت. حنا الانبوت هذيك راه الانبوت، راه هو المخرج، هو الدخله لونطري، يعني 220 فولت. اما الاوتبوت هو السورتي الخرجه، شحال يخرج من شحال يخرج من لومبير الفولت. هما هاد السورتي هذا. دابا هنا الاوتبوت هنايا هاي مكتوب هنا الاوتبوت، مكتوب واحد السطر كبير طويل شي. هاد السطر هذا اش كتشوف فيه؟ كتشوف فيه مثلا، نمشيو حنا ناخذوا هذاك المهم 15 واط، 27 واط، 33 واط لو ماكسيموم. يعني اش كيقول لك هنا في الاوتبوت؟ كيقول لك هاد الشارجور هذا، كيقول لك الاخوان هاد الشارجور هذا كيدعم تليفونات اللي كيتشارجوا ب 15، اللي كيتشارجوا ب 27 واط، واللي كيتشارجوا ب 33 واط. يعني هاد الشارجور هذا غادي يخدم في هاد التليفونات اللي قلت لكم، اللي كيدعم 15، 27، 33 واط. مثلا اكزومبل، مثلا التليفون ديالك كيدعم 33 واط، غتشري ليه هذا بثمن مناسب ديالو اوريجينال غيخدم لك مزيان. مثلا التليفون ديالك كيدعم 18 واط، غتشري ليه تا هو هذا غادي يخدم ليه مزيان. ولكن المشكل فين كاين؟ هو مثلا هذا اللي اختي انت غتاخذو ب 200 درهم، وانت تليفونك كيدعم غير 18 واط، هو غيخدم ليه، ولكن علاش غتزيد عليك المصاريف؟ اللهم تاخذ 18 واط وقل قل منه في الثمن. فهمتونا الاخوان؟ يعني راه واخا شحال من واحد كيقول لك مثلا هذا مثلا ناخذ حنا ديال 67 واط، 67 واط والتليفون ديالك كيدعم 33 واط، الا درتي تشارجا به راه ما استفدتي حتى شي حاجه، راه ما غيعطيش 67 ولا شحال، راه غياخذ هذيك 33. حيت التليفون يعني هواتف راه ذكيه، وتشارجو هو كيكون مع يعني كيتفاهموا مع بعضياتهم، هذا كيقول لي انا راه بغيت هذه كيعطيها لي. فهمتونا الاخوان؟ يعني كيمشي على حسب الواط اللي باغي نتوما. هذه الاولى. ثاني حاجه الاخوان هو كيفاش تعرف التليفون ديالك شمن واط باغي. راه داكشي كيكون مثلا، نعطيك مثلا النوطويت، كتلقى مثلا النوطويت كتجي في العلبه 10 واط، ولكن في المعلومات كيقول لك راه التليفون كيدعم 18 واط. 18 واط انت كتجي هنا كتقرا. كاين شي شارجورات الاخوان، ما عرفتش كاين شي شارجورات ما كتلقاش فيهم ديك، كتلقاش مكتوبه الواط. نعطيكم شي مثال، ما عرفتش انا نعطيك كاين شي شارجورات ما كتلقاش فيه الواط. المهم قرب هنا، قرب ايا بحال هنا 5 5 جوج 5 جوج 5 فولت 2 امبير. بعد مرة كتلقى الواط ما مكتوباش، كاين شارجورات ما كتلقاش الواط، كتشد هاد 5 هادي كتضربها جوج، يعني طونسيون في لاطونسيتي كضربهم، ملي كضربهم جوج كتعطيك البويسونس، يعني كتعطيك الواط ديالك، الطاقة ديالك، فهمتي القدرة ديالك. خمسة في جوج 10، يعني ديما ضرب الفولت في لومبير، ضرب الفولت في لومبير غيعطيك الواط. ديما إلا ملقيتيش هاد الواط هذا، راه هذا هو المعلومة اللي غادي باش تعرف الواط. دابا حد الآن هنا كيبان ليا كلشي واضح. مثلا نعطيكم هنا باش نعاود نأكد ليكم هادشي اللي قلت ليكم. هاي هادي هذا 120 واط، هذا 120 واط. ها هو اش كيقول لك هنايا؟ ها هو الاوتبوت شي كيقول لك راه كيخدم ال 15، كيخدم 27، كيخدم ال 65، 66 وكيخدم ال 120 واط. دابا انت غتشري هاد الشارجور هذا مثلا ب 400 درهم ولا 500 درهم، وغدير في تليفون كيدعم 15 واط، يعني كتزيد عليك مصاريف. اللهم شي واحد اللي كيدعم لك تليفونك كيدعم 15 واط. هذا هو اللي كاين بالنسبه للشرح ديال الشارجور. كنحاول كنتمنى انني نحاول بسط، يعني تحاولوا الاخوان كل تليفون اللي عنده شي تليفون ديالو يعرف اش من واط اللي مناسب ليه، واش 10 واش 18 واش 20.
واش 30 واش 33. هذاك الشيء باش كتعرفوا التليفون ديالك مثلا واحد السيري كتدخل لجوجل كتعرف المعلومات عليه هما كيعطوك معلومات الباتري مثلا فيه 5000 ملي امبير وكيدا فيه 10 واط ولا كيدا عام 30 ولا هادشي راه باين. هذه من جهه. من جهه الاخوان مثلا هذا الشارجور هذا الشارجور اوريجينال شتي هذا الشارجور حنا غندوي على 33 واط هو الكابلي ديالو 33 واط والخير. مثلا غادي باش هو ندير واحد التجربه ندير واحد التجربه شوف هنايا انا شي تليفون تليفون هذا 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 التليفون هذا المينوت 10 هذا كيدعم 33 واط هذا كيدعم 33 واط ندير واحد التجربه بلاتي ها هو الكابلي ديالو ياك هو هذا ها هو ها هو الكابلي ديالو ها باش تفهموا شنو واقع وصافي باش تعرفوا واحد المعلومه دائما على الشارجر ها هو الكابلي اوريجينال هذا راه اوريجينال اوريجينال يعني راه محيد من البواطه من البواطه ديال التليفون حيت انا اوريجينال كنامن به ديال البواطه محيد من التليفون هذاك هو الاوريجينال اما اللي كيكون بلون بالاج وداك الشيء راه فين كيصدقوا انا غنعطيكم دابا مثال على هاد الهضره اللي قلت لكم راه هانتوما هنايا هذا كيدعم فاست شارج غتجي هنايا هاو شتي تير واو شتي ضربوا على 0.23 كتبقى دوز الحساب ديال البورسونتاج شتي كيعطيك البورسونتاج هنايا. مثلا غادي نبدلو الكابلي غنديرو كابلي نحيدو هاد الكابلي هذا نخليو الشارجور غنديرو كابلي اخرى غنديرو كابلي شي حاجة تاهو مزيانة لا لا نديرو هادي مثلا كابلي مزيان هاد المعلومات شحال من واحد مكيكونش عارفهم وهادشي راه كينطبق على كلشي راه ماشي على 33 واط كينطبق على كلشي. مثلا هاهو شارجور ديال شاومي شي حاجة زوينة تاهو كاليتي ولكن شوف هنا اش غيوقع هاهو الشي بلاتي حيدوه هاهو الشي عطاك شارجور رابير معطاش معطاكش تيربو معطاكش الفيرغيل شتي الفيرغيل معطاشلك يعني الكابلي راه ماشي بحال الكاليتي ديال لوريجينال ماشي بحال هذا كيكون محيد من البواط. زيد نعطيكم مثال اخر عاوتاني حيدو هاد الشارجور هذا الشي على 33 واط هذا 33 واط غنديرو واحد اخر حنايا غنديرو هذا هو بلون بالاج هذا الشيء هذا بلون بالاج بكل شيء هذا دير 33 واط نورمالمون ملي غندير 33 واط وغندير هاد الكابلي هذا خاص يطلع ليا تيرب دابا حيت الشارجور اوريجينال يعني هو ديال البواطه اوريجينال اما ديال الكابلي هذا خصو يطلع ليا تيرو اما غاديش يطلع هاو شتي هاو كيتعطل شي عطاش الشارجور رابيد ما عطاش تيربو وما عطاش الفيرغيل يعني راه الشارجور هذا اللي كيكون ديال البواطه احسن من ديال البون بالاج كله باش تفهموا شنو كاين باش تفهموا الشارجورات ان راه اي حاجه لو بالاج راه توزارك ولكن اللي كيكون الشارجور اوريجينال راه هو اللي كيكون في البواطه هذا هو اللي كنامن به وكنتيق فيه. حنا الحمد لله دائما كنحاول نوفروا ديال البواطات اما ديال لون بالاج ديال السوق هذاك الشيء راه كنجيبوه عادي الناس اللي كيبغيو كيسولوا على شي حاجه بثمن عادي اما الاوريجينال راه هو هذا. نتمنوا الاخوان نكون وصلت لكم الفكره وجاوبونا في التعاليق ديالكم نقدر نكون شي حاجه زقلتها نقدر نكون غلطت في شي حوايج انا نتبع كل كومونتير ديال اي واحد غنتبعو ونشوف واش ممكن. تبارك الله عليكم الله يسخر الامور.